قررت النهاردة إني أروح أزور المقابر. الوقت خدني لحد المغرب، مأذن والسما ظلمت. قلت لازم أروح علشان المقابر معزولة عن السكان والمسافة بعيدة عن البيت. بسبب الظلمة نورت التليفون، ومن الخوف قعدت أقرأ قرآن وأنا ماشي. وأنا ماشي لقيت قبر مفتوح لسه بيجهزوه. ضربت الكشاف عليه والتاكي أبص عليه شوية، فجأة لقيت جماجم جوه القبر كتيرة موجودة في القبر. ببص عليه فجأة سمعت صوت غريب في ظهري، ببص ببطء ملقتش حد ورايا. بصيت لقدام ومن الخوف اتحركت. أول ما اتحركت لقدام وقعت في القبر. قمت مرة واحدة وأنا خايف والتليفون فصل مني وأنا مش شايف حاجة خالص. حسيت إن قلبي وقف، بتنهد بسرعة كبيرة من الخوف وأنا بحاول أشغل التليفون. التليفون مش راضي يشتغل. التليفون بدأ يشتغل، لكن قبل ما يشتغل كنت بسمع أصوات غريبة، كأنه طفل بينادي عليا فوق. من الخوف بلف الكشاف يمين وشمال بحاول أشوف الصوت جاي منين، لكن اللي حصل غير متوقع. مرة واحدة لقيت نفسي جوه القبر، بعدين القبر اللي أنا فيه اتحول لبيت مهجور مش لاقي لي أي مخرج، وحسيت إني في بيت أشباح. حاولت إني أقرأ قرآن بس من الخوف نسيت كل حاجة. صوت الطفل لسه بينده، حاولت أسمع الصوت جاي منين. لقيت سلم من تحت كأنه بدروم، ولقيت دم على الحيطان. صرخت من الرعب وما كنتش عارف أعمل إيه. عرفت إن الأشباح هي اللي بتعمل معايا كده. سمعت صوت الطفل بينده عليا وكأنه بيعيط وهو بيصرخ وبيقول لي تعال خدني. حسيت إن قلبي بيتوقف من الخوف ورجلي مش شايلاني من كتر الأصوات اللي بسمعها. غمضت عيني وحاولت أمسك أعصابي من الخوف، وحاولت لحد ما عرفت أقرأ قرآن، وفجأة الصوت وقف. فتحت عيني فجأة لقيت نفسي برا المقبرة وأنا واقف لوحدي والمقابر فاضية مفيهاش حد خالص. جريت لحد مخرج باب المقبرة ووعدت نفسي إني مش لازم أروح المقابر لوحدي بالليل نهائيا.